ولسه مكملين معاكم زي ما وعدناكم في تغطية خاصة جدا لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53. في موضوع مهم الحقيقة وتم طرحه بشكل كبير جدا الفترة اللي فاتت وتحديدا المرة دي أو في هذه الدورة في المعرض، هو فكرة الأدب النسائي. يعني إيه الأدب النسائي أو إيه هو الأدب الأنثوي؟ هو أدب بيتكلم عن قضايا المرأة، بيتكلم عن حقوقها، بيتكلم عن مشاكلها، بيتكلم عن إزاي ممكن تدافع المرأة عن ده، بيطرح مشاكلها الاجتماعية، بيطرح كل ما هو ليه علاقة بالمرأة. اختلفوا واتفقوا مع الرأي ده. في ناس شافت انه مفيش حاجة اسمها ادب انثوي، مفيش حاجة اسمها ادب ذكوري، الادب لا يصنف ولا يتجزأ. وفي ناس شايفة انه لا، من حق الست ان هي تعبر عن الست اللي زيها، وانه حقيقي الست لما بتكتب عن الست اللي زيها الموضوع بيكون مختلف. معنا النهاردة واحدة من الكاتبات الشابات المصريات الجميلات، الأستاذة ضحى صلاح. اهلا بيك يا ضحى. اهلا، ازيك؟ انت مع ولا ضد فكرة الادب الانثوي، وشايفة ان الادب يتجزأ ولا ما يتجزأش؟ والله هو أنا شايفة إن هي تجربة إنسانية، سواء بقى كتبتها امرأة أو رجل. المرأة عموما بتعبر عن نفسها، في كاتبات كتيرة برضو بيكتبوا على لسان رجل، وفي كتاب كتيرة أشهرهم طبعا إحسان عبد القدوس ويوسف السباعي، هما يعني كتبوا على لسان المرأة كمان وعبروا بصورة أبهرتنا، حتى ما بنبقاش عارفين إن الكتب بالفعل هو رجل. فأنا يعني شايفة إن هي تجربة إنسانية، وإن إحنا بس بنزقها. طبعاً من الناس اللي عملوا المصطلح ده كان غرضهم إن هم يدعموا السيدات وإن هم الكاتبات عموماً، لأن ممكن برضو الأقلام النسائية وسط الكتاب ما يعني ممكن ما تظهرش قوي. فلكن أنا شايفة إن هي بالنسبة للست سواء كتبت عن المرأة أو كتبت عن الرجل، فهي كلها تجربة إنسانية وبتعبر عنها بالشكل اللي تشوفه. شايفة يا ضحى إنه الست أو الكاتبة تقدر تعبر عن أحاسيس المرأة أكتر من الكاتب الرجل، ولا شايفة إنه ما بتتميزش في أي حاجة الست في الكتابة عن المرأة اللي زيها أو عن الست اللي زيها عن الرجل؟ لا، هي طبعا بما انها ست وطول عمرها ست يعني، فاكيد هتعرف تعبر اكتر عن احاسيسها على بالظبط. وكمان تجربه الامومه، ده صعب جدا ان كاتب يكتب عنه يعبر عن تجربه الامومه دي، بتبقى صعبه جدا. انا ما شفتش لحد دلوقتي كاتب عملها حلو. هيكتبها ازاي؟ هيقولها ازاي؟ طب تعالي نتكلم عن الروايه بقى بتاعتك. انا حابه ابارك لك طبعا عن الروايه الجميله اللي انت بتقدميها النهارده في معرض الكتاب. احكي لي بقى عنها شويه. الروايه بتاعتي الجديده السلاحف لا تشعر بالوحده. ودي معلومه يعني لاي حد بيربي سلاحف، ما تفتكرش ان هي سلحفه بتاعتك ان هي ممكن تبقى وحيده فتجيب لها حد تاني، لا، هي كائنات مستقله جدا وبتحب تبقى لوحدها اصلا. فالبطله بتاعت الروايه التجربه كلها بتاعت الروايه بتدور في يوم واحد، يوم وفاه والد البطله، وقد ايه فراق الاب ده بيعمل لها ازمه، وان هي بتفضل تحبس نفسها في الدولاب بتاع ملابس والدها ومعاها السلحفة بتاعتها من وهي صغيرة، وبتبدأ يبقى في حوار بينها زي بينها وبين السلحفاة عن الفقد، وازاي ان السلحفاة المستقلة دي بتحاول تؤازر البطلة في محنتها، وتقول لها يعني ايا كان الفقد اللي هي حست بيه او كده ان هي هتقدر تتخطاه، بس مش لازم تتخطاه لوحدها، لان البشر هم اللي بيشعروا بالوحده، لكن على عكس السلاحف، السلاحف ما بتحسش بالوحده، لكن البشر مش لازم يبقوا لوحدهم، البشر لازم يبقوا جنب اهلهم، جنب عيلتهم، ويساندوا بعض ويتخطوا الوقت الصعب ده سوا. كتبتي ايه قبل سلاحف لا تشعر بالوحده؟ كتبت قبلها كان في طريق مختصره الى الفردوس، وقبلها لون مثالي للغرق. لون مثالي للغرق دي كنت بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن نوع ما عدم تقدير المرأة في عملها، وخصوصا لما تكون امرأة نباتية. المجتمع بيبص ازاي لفكرة الناس اللي بيبقوا نباتيين ومش عايزين ياكلوا لحمة. فهي البطلة بتصحى الصبح في يوم بتلاقي عندها بقعة خضراء، فبتبتدي ان هي تحاول تعالج البقعة دي، وبتمر بمواقف كتيره بقى في شغلها، ان هي فجاه ما حدش كان بيهتم بيها في الشغل بتاعها، فجاه كلهم خدوا بالهم ان في حاجه متغيره فيها، وفي نفس الوقت ان هي بتشوف ان هي ليه ما بتترقاش في شغلها، الناس اللي حواليها ليه بيعملوها بيتجنبوها، ليه مثلا هي عايشه مع خالتها فخالتها بتفضل تقول لها ان انت البقعه الخضراء دي طلعت لك بسبب ان انت بقيتي نباتيه علشان قاعده بتاكلي خضروات بس. فيعني هي ويعني هي المغامره عموما شويه كوميديه في اطار طبعا يعني حزين جدا للمراه اللي بتمر بيه في ظروف عملها عموما. مين اشهر الكاتبات اللي تاثرتي بيهم كقارئه مش بس ككاتبه؟
كقارئه تاثرت جدا بايزابيلا ليندي. انا بحب العوالم بتاعتها جدا، وبحب عموما العوالم الواقعيه السحريه. فدي يعتبر اكتر روائيه انا بحبها جدا، واكتر واحده انا تاثرت بيها. ومين اكتر كاتب حسيتي ان هو بيعبر عن المراه بشكل جيد جدا؟ طبعا غير الاستاذ احسان عبد القدوس، تعالي نتكلم عن حد من جيل الشباب. من جيل الشباب بيعبر عن المراه بشكل بيعجبك يعني حقيقي؟ يعني لا، ما يعني ما بصراحه ما مش لاقي حد من جيل الشباب يعتبر بيعبر عنهم. طبعا يعني غير يعني الكتابات القديمه يعتبر، لكن في الجيل الحالي بيتهيألي معظم الناس دلوقتي بتتجه للبوليسيه والرعب وكده، فما فيش قوي كتاب بيكتبوا على لسان المراه. دي اول مره تشاركي في معرض الكتاب ولا شاركتي قبل كده؟ لا انا شاركت قبل كده في بالروايات اللي قبل كده. جميل جميل. وايه رايك النهارده في الفعاليات بتاعه المعرض، وحاسه باختلاف ايه في الدوره دي او في دوره 53 على اللي شاركتي فيه قبل كده؟ او انا يعني عموما من ساعه لما نقلنا التجمع انا حاسه بتنظيم اكتر، والدنيا بقت احسن عن الخيام. فالدنيا وسهل جدا، متطوعين كتير ان انا اعرف مكان فعاليه عايزاها او مكان دور النشر، فالدنيا منظمه جدا، ويعني انا مبسوطه جدا بالمكان الجديد. واحنا مبسوطين بيكي، بنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، ويا رب اللي جاي كله يكون احسن ان شاء الله. نقابلك تاني بعمل جديد وبشغل تاني. ميرسي يا ضحى. شكرا. ميرسي.